يتزوج مرا في دارها بطوموبيلتها في دارها بمالها ما دار والو. انا غير حسب فكرتي ما دار والو. تزوج مرا في دارها ولا دار فيك الدور في كل شيء ديالها. شوف الصاك اللي جدي في النهار الاول راه في معلق الراف سميتي وقت الراف شغلي. شوف الدروج ولا ما تحب انا دوكا ما زعما نخصك انا واش بغيت نخصك انا خبر بك الحسريات. تسمى غار قيم الوضع طابو وراه كيد كيدي الطعام للجامع بيحيي الدونو بتاع بكري كيدي الطعام للجامع وما عنده غرام تاع العشر. هو غادي به الجامع في سبيل الله وين يفعلو هذاك الشيء اللي غادي به ما عنده غرام تاع العشر غادي به وين يقول غب وحدو. وهو سمعنا سيدي فؤاد العادي قال كل احباب الاخر وين يلمن شراب شابي اللي ويني فارض وكيلي عنده ويجي يقول لهم واش غادي به لله الله يجلي ياكل معهم تاجر تاع البلاد. غادي به شابي اللي ياكل معهم تاجر تاع البلاد يحطوا لي وين غصبوا بسم الله زينو زينو هو هو خليك وزينو ما غاتصومش كاين اللي كيصيف الطعام غا مع الناس غادي يجي الجامع السي سيد ديما كانت المباركة المساكين تاني جابه ما تعرفو كاع كاين اللي كيصلي في الجامع وتا يصلي مع الناس لا في جريبه كاع مشي يركاو حكاو وكيخرج من الجامع كيعبر الجامع بالخطوات كيعبرو بالخطوات شحال اش من متر وتا تسي غادي يجي ويمشي بحالو ما نروحوش بعد نفرج وإلا جابوها خلينا نشافر شي يقولها الناس أنا إذا تعيش اللي صار والله سامي وهذاك شي ما هنا ما نولي والو كون يخلصوا بيو بسم الله الرحمن الرحيم اسكت أرى لي الناس دازوا كري واحد الزمان داز واحد الزمان داز بكري الله يرحم مالي ويرحم جميع الإسلام قولوا بي الله يرحم الإسلام خوتنا اللي ماتوا وفتح الناس اللي في السبيطارات الله يعفو عليهم الله يقعد مسامح الله يجعل الاسلام يعفو عليهم الله ويصوموا معنا رمضان ان شاء الله كريم ديال الله تعالى والناس اللي في الشيج الله يطلق سراحه والله يرضوا ذلك الله فوق المسلم دائما بالخير ويدبر راسه واللي يعرف واللي يعرف الدنيا كي دايره ما يفرح ليهاش هذا حسب قال لك الدنيا الا ما تزوج راجل موجود والا ما تطلق ما قد يتشهود شحال ما هضروا راه لي دوز شي مال كثير راه لي دوز شي مال كثير وطبوا قلت له عنده واحد العقل ما كاينش شي واحد واجد ما انا ما فيها يا بنادم انا ما كنقص حتى واحد هذاك نيت نوض برما شنو كاين تبارك الله ما نسمش الله شوف لي هو ديك لانتير فوق راه داري راه لي دوز شي مال اسمع وشي مال كثير راه كيت وطبو راه كيت اللي عنده واحد العقل مرجع ويني ما تعملين كيولي هو يوري الناس اش يديروا وكيت اللي عنده واحد سيف طويل سمشي ويتهيولي الناس والانسان ما يضرب فيقرب ما يغرس تيزر وانا انت ضربتي ما قربتي وما
صحابو كيوريو شي قهوة خلاها با ويني باعها هو ديال القهوة كنخلاها المرحوم الله وبعتها ليها بديك الساعة ب 700 قدام هاي دوك غادي نفسر وتخزين ميولي موجبين واش تلاحها ملي كتجيبها عرفتيها طيبة ولا خلاها ما فيها او ثلاثة تفور مع العيالات دروك الديارة ما يطلعهاش بيا يا ودي تبع الليلة كان ذوق الخضورة هنا والنبات هنا والزروقية هنا والخضورة هنا ونزيدو لا وهلا وخالك بلاك راه يطير وشمتو لا ما عرفناش لا لا ودي لحي هادشي راه كنقدرو هاد الكلام اللي كنقولو راه حنا كنعرفو واش كنقول
راه صعيب باش تضحك الناس، وراه صعيب باش لعب المسار مراخلو، وراه صعيب باش نضحكو الناس ويعطوك وقت. راه هدية الله تعالى. اش كنسوا حنا؟ ما نسوا والو، ما نسواش التراب اللي كيتحمر فيه الرجاله، ما كنسواش. ويعطوك وقت وبينسوا الهم وبينسوا المشاكل، بين مسكين بيرتاح. وراه كاين اللي إذا كان عاود هو عقلو ما كيجينا، هذا كان عاود هو راه منين يضحكوا راه يدير مرفقوه. اش قال؟ اللي عطينا وقيد دار مشو، حنا ما غاديش نبقاو هنا ديما. عندو نص ساعة قالو كان البرايمي هنا، راكم الكاسيت ديالنا مع 8 النماري، لا مجادة ولا سيديات ولا، وحنا دابا مباشرة دايرين عاود. والحمد لله، اللهم لك الحمد. ان شاء الله يكون لي اخي شويه ماشي يحل الراديو كي قال لي في الليل. ها هو حل الراديو كي قال لي في الليل، هاي دير الراديو هكا في الليل. اش في لقى؟ عباد الله قوموا لا تناموا، هذا وقت الخير. ايوا شاف وهاجيب وهنلبس وهالحمد لله وبخير وعلى خير.
لابس واحد الهدوم تاع واحد الهدوم كان يقول الخيدوش الى بيه الفزوف السوق يهضر من يدنا اليوم انت كتشوف الصحه قليله الراجل بي في كوزينته نهار كما يدور بها الحجامه شوف الحجامه اشري هذا دابا يخرج معاه في مدينة شكون الحال شوف بس عبد الملك رحمك الله تعالى قال لك الدنيا في الدين الدنيا راه في الدين ديال الله والبشر هو الزرع فيها والسيد عزرائيل فريد فمتامر في كل جهه يعني الرواضي شحال ما هضروا كيقول لي عندي المال وهاد الدري الوالد مريض ليا وعندي المال ومريض ليا با لكن دكاتره في المغرب غندير اوروبا والله بيموت وحد الدين وحر الدنيا قال لي الله يجيكي قال لي الله تعالى خلت علينا ديه المالي اي ودي قاعد شي طبيب اختصاصي في ايطاليا في المعدة تا يفتح لي ويخرج دير الصنادق هنا ويخرج عندك ريمور زعما الكبر كاين شي دواء ماليش والموت ما عندها دواء والهرم جوج راه هي كاينه قضيه دابا الانسان بعد كيوصل عند اليهود حاشا دين الاسلام 120 عام كتجي واحد اللجنه خاصه فيهم ناس مجري الشيوخ فيهم دكاتره تاع علم النفس كيجيو كيسولوا داك السيد ديال 120 عام كيدو عنده شي معلومات بحال الاطراف شحال عمرك كذا وكذا 120 عام وكاين ما عمرك يا قيد كان شي مهرات يقول لي زوكا من الرواح باش تبقى الدواء كري كيدو عنده معلومات باش يديروا منه الدواء حنا نديروا ليه غير بحال هكا نهار بالعربيه حنا المروج ايوا وبحال الانسان كان الهرس بكري تهرس الانسان ما قبل الدكاتره باش يدوك عليك الصوم اللي قول غير قف قف ابرا احنا الدولة الإسلامية كيكبر معنا الراجل ده ما تحكم مقتلوش ما نقدروش في عودي يقول ما خرجوني غير ندخل الماين عليكم الوالي لكن هذا يكون غير داهر لما صاحب العظام متاع مراكش ولا بيت عنده هو غير قف قف كنت اجيبو الماء ويذكر غالي ماتوا والله يرحمك يا صويلح لقينا مع الصلاه قلت الله ينعدي وقتها يا ربي قبض الروح ويعاود يخرج برا ويدوز حداها والله هادشي اللي كان يقولو خليك العمر ما خصك فيه وحادي الزليف جنب هذا قاعد يجي صلاة يصلي وحادي الزليف